صباح الخير يا أريج. صباح الخير لك ليا، صباح الخير لك نور ولكل مشاهدي صباحنا غير. مثل ما قلتي ليا، نحن موجودين هلا بكلية الحقوق لحتى نواكب الامتحانات الاختبارات المرحلة الأولى للأولمبياد العلمي السوري، هالمرة مو للطلاب، هالمرة للمدرسين. هيدا الموسم الثالث للمدرسين من بعد الأول اللي كان هو تجريبي، كمان كان في مرحلة ثانية، وهيدا الموسم الثالث للأولمبياد المدرسين. يعني أولمبياد المدرسين كان ضمن هيئة أكيد التميز والإبداع، وهي استراتيجية مستمرة. وزارة التربية والأولمبياد العلمي السوري اشتركوا مع بعض وقاموا بالأولمبياد تبع المدرسين بمشاركة 1387 مدرس ومدرسة من محافظات القطر، أكيد لحتى يتنافسوا على العلوم الأساسية يلي الطلاب كمان بيتنافسوا عليها، يلي هي الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء. هلا الاختبارات اليوم عم تقوم بهالمبنى بكلية الحقوق للمحافظات دمشق وحمص وحما وحلب واللاذقية وريف دمشق. ايضا كلهم يعني كل المحافظات مع بعضها بنفس الوقت عم يتم الاختبارات، ما في بمحافظات اخرى اللي ما ذكرتها عم يتم اختبارات. هلا كثير حلو انه الطلاب يعني يكون الاساتذه عفوا ينحطوا بمسالك عنه اريج. هون مختلف جو الامتحانات وهون تختلف الاختبارات، لانه اليوم عم شوف المدرسين هن الطلاب عم يخضعوا لامتحانات مثل الطلاب، يعني في ضغط، في توتر، في وقت محدد، وقت محدد للاسئله، فهن هلا مكان الطلاب، يمكن هون الاجواء بتكون مختلفه واجمل. تماما نور، مثل ما ذكرتي يعني عم يكون في عندهم هيك شويه خجل، يعني انه هن عم يرجعوا طلاب وعم يقوموا بالامتحانات وعم يتم مراقبتهم ووضع اسئله كمان تناسب مستواهم العلمي. يعني هي كلها على بعضها معادله التميز، عم يكون فيها تكامل بين الطالب والمدرس، وخاصه يعني بعد ما اثبتت نجاحات الاولمبياد العلمي السوري يلي كان في لها منافسات عالميه، واكيد حصدت ميداليات مع نخبه من المواهب العلميه بالعالميه. اليوم المدرسين كمان عم يقوموا بنفس الاجواء ونفس الاختبارات لحتى يكون في تطور اكثر للمدرس، لحتى يكون في تطور علمي اكثر، بالنهايه رح ينعكس على الطالب. اكيد. نعم. لكن اريج حطيتينا هيك شوي بجو الامتحانات، ولكن اكيد رح نتابع تفاصيل مصوره عن الاجواء الامتحانيه وعن كيف كان التقديم اكثر معك ضمن تقرير. نتمنى لهم التوفيق للمدرسين، وبدنا نتشكرك يا اريج على كل المعلومات والاضاءه. ميرسي لك. يا هلا.